السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو غادي تشوفوا فنانين مغنيين جزائريين من فرنسا ومن الجزائر كامل يردوا بالعالم الجزائري على زينة الداودية المروكية تاع نسلي هوك، يعني اللي رفضت باش ترفع الراية تاع بلادنا الجزائر. غادي تشوفوا ولاد بلادنا كيفاش غادي يردوا عليها. تبعوا ما تراطوش، طلعونا الفيديو، كثرونا من لايك تعليقات، اللي ماراش مشترك يشترك ويفعل زي جاز. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ما راهش مشترك يشترك وفعل زر الجرس وكثرونا من لي لايك والتعليقات باش يطلع الفيديو، ما تخلوش تطيحوه وخلونا نبداو. بسم الله. هذا الاعلام عزيز بزاف، نورمالمون كنت جيتي ارتيست ما تحطيش هذه في هذه، جيتي ارتيست اللي قالوا لك رفديه رفديه باش كنت جيتي لهنا. المهم كيما راكم تشوفوا هذا جزائري راه يرد على الدودية تاع الناس اللي هوك، سمعتوا واش قالها؟ زيدوا تبعوا معليش. كنت تاكلوا تشربوا وتبدلوا حاجه ما تحصل. الجزائر احنا ماشي كيما انت، احنا كاع خاوه خاوه. السلام عليكم. المهم كيما شفتوا كيفاش رد على هذه الدوديه، قالها كنتي تجي للجزائر تاكلي وتشربي ومع ذلك كيعطاوك الراي تاع بلادنا تفديها رفضتي ذلك. قالها انت مش راكيش ارتيست، يعني انت ما راكيش مغنيه مثالي. كثرونا من لايك تعليقات وزيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا هذا الشاب حسام من فرنسا خوتنا راه يرد على الدوديه وغيرها وبالعالم الجزائري. يحيى العلام ويحيى الجزائر، وهذا احد الناس اللي علموا الدوديه هذه اللي طلع شانها. زيدوا تبعوا. المهم كيما سمحتوا الشاب حسام واش قال لهم؟ حنا اللي زارجيريا راسا واللي يخرف فينا باصا، حنا ما راناش من الوالا، يعني حنا يا رجال راس سما عندنا النيف. المهم كثرونا من لايك تعليقات زيدوا تبعوا. هذا هو علامنا كيما راكم تسمعوا، هذا هو الدرابو تاعنا، هذا هو اللي ماتوا عليه رجال، هذا هو اللي على جاله رجال استشهدوا حروا بلادهم، والحمد لله يا ربي، ربي يحفظ بلادنا. المهم لي لايك كثرونا من التعليقات، لازم هذا الفيديو يطلع يوصل وزيدوا تبعوا معنا، مازال كاين الرد على الدوديه وغيرها. المهم كيما راكم تشوفوا الاستاذه تاع الداوديه الزهوانيه اللي كانت تتعلم عندها الداوديه وين راهي؟ في اليونيسكو 1 2 3 في فالاجيري في باريس خوتنا. زيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوف العياشي من مقر اليونيسكو وبالعالم الجزائري، وجبنا لكم الاساتذه تاع هذه الداوديه تاعكم اللي راكم تفتخروا بها. لي لايك وزيدوا تبعوا. نورمالمون الاعلام تاعنا ما يرفدوش ولاد بوسور كعوقول عاش، نورمالمون الدرابو تاعنا يرفدو غير الجزائريين كيما سولكينغ وغيرهم، يعني غير الفنانين الممثلين والجزائريين. هذا مكان غير اللي ماتوا جدودهم على هذا الاعلام. زيدوا تبعوا. الحمد لله عندنا فنانين، عندنا مغنيين، عندنا مشاهير، يعني ما تعطوش للناس اللي هوك باش يرفدوا الدرابو تاعنا. عندنا اللي يرفد الدرابو، وعندنا اللي يبين درابو، عندنا اللي وصل الاعلام تاعنا، والحمد لله يا ربي الدرابو تاعنا باين من البكري ماشي غير اليوم، يعني ما نسحقوش الناس باش يوصلوه ويوروه لله. فاهمين؟ كثرونا من لايك تعليقات وزيدوا تبعوا معنا.
كيما راكم تشوفوا الزهوانية راهي مخلطتها في اليونسكو، هادو كامل جزائريين والدرابو تاع الجزائر راه حاضر بقوة خوتنا، أين هو العياشي؟ لا يوجد، زيدوا تبعوا. يادرا يادرا هذه الشيخة تاع الدودية اللي راكم تفتخروا بها، يعني هذه هي اللي علمت الدودية، هذه هي اللي كانت داخلة تحتها الدودية، ومع ذلك طلعت شوية حسبت روحها ستار. زيدوا تبعوا زيدوا. أكدوا للعالم تاع بلادنا وراه في المقر تاع اليونسكو بباريس. والعياشي رهنا قانط مسكين، يعني فرحان بالدوديه تاعي اللي كانت دايره الحفلات ولمت لها بنات بوصبير داخلينها غير يطيح، مين داكم موالفين؟ راك فاهم عندهم ما يديروا، لي لايك وزيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا بالعالم الجزائري والعلم ايضا تاع خاوتنا، زيدوا تبعوا، عياشي كحل كحل. هذا خوتنا العالم تاعنا والعالم تاع خوتنا، هادو كامل راهم يردوا على الدوديه وغيرها، لي لايك وزيدوا تبعوا. يحيى الاعلام ويحيى الجزائر ويحيى البلاد، وهذه كونترا على العاديين راكم فاهمين، كونترا على الدوديه وغيرها، زيدوا تبعوا وحلوا ودنيكم العياشه وسمعوا هذه الكلمه دركا. المهم كيما سمحتوا لي زارجيريا راسا ولي خرفينا باصا، حنا ما راناش من الوالا، وين ما نروحوا رجاله، يعني وين ما نروحوا الراس اسمو عندنا النيه، باسكو حنايا جزائريين ما نحشموش من الجنسيه تاعنا، وما نحشموش من بلادنا، مش كيما نتوما وين يسخسوكم تقولوا لهم حنا جزائريين، يعني تنكروا الاصل تاعكم وتردوا روحكم جزائريين، باسكو بلادكم حشمتكم، بنياتكم محشمينكم، كثروا لنا من لي لايك تعليقات وزيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا الجزائريين راهم خالطينها، الجيري هي بلادي، بلادها داروا ثورة، يعني ما طلبوش الحماية، زيدوا تبعوا. المهم كيما راكم تشوفوا خوتنا الفنانين والمغنيين الجزائريين راهم خالطينها وسيختو في فرنسا، ردا على الناس لي هوك وسيختو الفنانه تاعهم اللي قالت لهم ما نرفعش الرايه تاع الجزائر، راني مع سيدي، راني مع ميميسيس تاعي، نخاف من القرعه، راكم فاهمين؟ ها الغالب حسن عاونها تخاف من القرعه، على بها ما بغاش ترفد وقالت لهم راني مع سيدي، هي تعلمت من الجزائر، كلات وشربت في الجزائر، وكبرت في الجزائر، ولات مشهوره بسبب الجزائر، الراي تاع الجزائر تغني فيه، وزاد اللهجه تاعنا تغني بها، ومع ذلك قالت لهم نرفض باش نرفع الرايه تاع الجزائر، لا حول ولا قوه الا بالله، المهم كيما شفتوا الرد من المغنيين والفنانين الجزائريين وسيختو من قلب باريس، رد كان موجه للناس اللي هو وغيرهم، حنا الجزائريين راسا ولي خرفينا يباصي متالي، يعني غير ما تدخلوا جرتنا مالحه، غير ما تدخلوش معنا في صراعات، باسكو انتم اللي غادي تندموا وحنا صامتين عليكم، يعني انتم غادي تكرهوا وحنا نقولوا لا مازال، المهم كما شفتوا بالعالم الجزائري يعني الرد كان بقوه، علام تاع بلادنا ماتوا عليه رجال، ما روحوش مدوا ليديهم وطلبوا الحمايه،
1 2 3 دائما وفيفا لالجيري دائما وتحيه بلادي الجزائر دائما ودائما نفتخر ببلادي الجزائر ونفتخر بكوني جزائري. ما تنساوش خاطرونا من الليل كثرونا من التعليقات باش يطلع الفيديو وصلونا هذا الفيديو ما تخلوش جوارينا يطيحوه واللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس كامل فعلوا زر الجرس باش تلقوا فيديو جديد راح نحطوه في القناه. ما تنساوش دعموا الفيديو خوتنا ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.